السلام عليكم طلاب الأعزاء، طلاب المرحلة الرابعة. اليوم محاضرة رقم 3 للكورس الثاني لمادة الأطياف 2، وعنوان المحاضرة هو الكوانتم أند هارمونيك أوسيليتر. Although the harmonic oscillator proves useful at lower energy levels like V equal 1, it fails at higher number of V, failing not only to properly model atomic bond and dissociations, but also unable to match spectra showing additional lines than is accounted for in the harmonic oscillator model. Until this point, we have been using the harmonic oscillator to describe the internuclear potential energy of the vibrational motion fundamental vibrational frequencies of a molecule corresponding to transition from delta V equal plus minus 1. While this is a descent approximation, bonds do not behave like they do in the harmonic oscillator approximation. For example, unlike the propeller given in the harmonic oscillator approximation, atoms that are too far apart will dissociate. اي بمعنى انه على الرغم من انه المتذبذب التوافقي يثبت فائدته في مستويات طاقه اقل، اي مستويات الطاقه القليله مثل الفي عند الاعداد الكم الاهتزازيه الواطئه في 1 في 2 او ما شابه ذلك. فنفس الوقت هذا المتذبذب التوافقي البسيط يفشل في الاعداد الكبيره من قيم الفي، ولا يفشل فقط في تصميم الروابط الذرية والانفصالات بشكل صحيح، لكنه أيضا غير قادر على مطابقة الأطياف التي تعرض خطوطا إضافية مما يتم حسابه في نموذج المتذبذب التوافقي البسيط. حتى هذه النقطة كنا نستخدم المتذبذب التوافقي لوصف الطاقة الكامنة للحركة الاهتزازية، وهذه كانت تقابلها الترددات الاهتزازية الأساسية للجزيئة حسب الانتقالات، حسب قاعدة الاختيار اللي كانت دلتا في زائد تساوي زائد ناقص 1، في حين أنه هذا التقريب كان لائق، إلا أن الروابط ما تتصرف كما في تقريب المتذبذب التوافقي البسيط. على سبيل المثال، على عكس القطع المكافئ اللي شفناه بالمحاضرة السابقة في تقريب المتذبذب التوافقي البسيط، سوف تنفصل الذرات البعيدة جدا عن بعضها الآخر، بمعنى أنه المتذبذب التوافقي البسيط هو ناجح للمستويات الطاقة الواطئة، مستويات الطاقة العدد الكمية الاهتزازية الواطئة، لكن كل ما ازداد العدد الكم الاهتزازي راح يكون عندنا فشل بتطبيق المتذبذب التوافقي البسيط. لذلك عندنا راح نبدي بالكوانتم ان هارمونيك اوسيليتر. At high energy, enough energy, bonds will of course break. This means that they are not a true harmonic oscillator. As the figure shows, there is considerable similarity between the two models. At low energy, at higher energy, the spacing between the levels decreases as the potential curve will get wider. اي بمعنى انه بالطاقات العاليه الكافيه الذرات راح تبتعد عن بعضها والآصرة راح تتكسر، وهذا ما شرحه او ما وضحه المتذبذب التوافقي البسيط، واللي راح نشوفه طبعا بالسلايد اللاخ اللي راح يوضح لي المخطط اللي راح يوضح هذا الكلام. اي بمعنى انه هنالك تشابه بين الموديلين بالطاقات الواطئه، لكن بالطاقات العاليه المسافه بين مستويات الطاقه بالنسبه للمتذبذب التوافقي هي متساويه، لكن بالنسبه للمتذبذب اللاتوافقي راح تقل، والمنحني الجهد راح يكون اوسع.
The practical consequence of anharmonicity is that instead of all absorption overlapping two, give a single sharp peak, multiple peaks at slightly offset energies occur, which is practic leads to line broadening always seen towards the low energy slide of the absorption peak. أي بمعنى النتيجة العملية لعدم التوافق بين الموديلين هي أنه بدلاً من تداخل كل قمم الامتصاص لإعطاء ذروة حادة واحدة واللي هذا استنتجناه بالمتذبذب التوافقي البسيط نتيجة الانتقالات فعلى فرض أنه ينطينا طيف امتصاص راح ينطينا قمة حادة تحت بالمتذبذب اللاتوافقي تحدث قمم متعددة عند طاقات غير محددة وهو ما يؤدي إلى توسيع أي ما يكون قمة حادة راح يؤدي إلى توسيع الخط الذي ينظر إليه دائما تجاه الجانب المنخفض للطاقة من ذروة الامتصاص راح تكون القمة مو حادة بالشكل اللي شفناه بالمتذبذب التوافقي البسيط The vibrational energy levels for diatomic molecular is shown in figure below. راح نشوف هذا المخطط اللي بين الطاقة وبين الأعصرة طول الأعصرة أو الR المسافة الموجودة بين الذرات يمثل لي the allowed vibrational energy levels and some transition between them for a diatomic molecular undergoing anharmonic oscillation. راح نشوف هنا هذا الدايجرام مزج بين المتذبذب التوافقي البسيط واللاتوافقي الخط المنحني المنقط اللي مكتوب عليه simple harmonic oscillator هذا اللي اخذناه بالمحاضرة السابقة واللي يمثل لي المتذبذب التوافقي البسيط لكن الآخر اللي هو أوسع اللي يمثل الخط المتصل هو أدنى و من الجانب راح نشوف خط منقط صغير ومؤشر عليه مورس هذا دالة الجهد حسب نسميها دالة جهد مورس والآخر هو الإكسبرمنتال كيرف طبعا هو يمثل منحني الطاقة الكاملة التجريبي مع مستويات الاهتزازية مستويات الطاقة الاهتزازية وقلنا الخط المنقط هو يمثل منحني الطاقة للمتذبذب التوافقي البسيط والمنحني المنقط الجانبي اللي مؤشر عليه مورس هو يمثل الطاقة الكامنة حسب دالة مورس طبعا هنا دي سب نوت ودي سب اي كيو هذه راح لاحقا راح نشرح عليها إذا أخذنا نموذج المتذبذب التوافقي فإن دالة الطاقة الكامنة للجزيئات الثنائية راح تنطينا حسب معادلة 16 The Potential Energy Function for Harmonic Oscillator Model أي إنه هاي المعادلة هي دالة الطاقة الكامنة حسب المتذبذب التوافقي البسيط اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة هذا المتذبذب التوافقي البسيط The harmonic oscillation is a great approximation of a molecular vibration but has key limitation. The harmonic oscillator does not predict bond dissociations. You cannot break it no matter how much energy is introduced. Due to equal spacing of energy, all transitions occur at the same frequency. However, experimentally, many lines are often observed called overtone. رح نشرح هذا الجزء. احنا اخذنا المعادلة 16 هي معادلة طاقة الجهد حسب المتذبذب التوافقي ومثل ما قلنا انه المتذبذب التوافقي البسيط هو انطالة تقريب ناجح للاهتزاز الجزيئة لكن بمحددات ومن ضمن هاي المحددات انه المتذبذب التوافقي ما يعني
كل ما ازدادت قيم الـ V راح تزداد طاقة الطاقة وهكذا. ما قال إنه أكون نوصل حد معين من الطاقة راح تتفكك الجزيئة، يعني ماكو أي تفكك للجزيئة في حالة المتذبذب التوافقي البسيط. وأيضا المسافة بين المستويات الطاقة هي متساوية، فمن يصير الانتقالات بين هذه المستويات راح ننطينا طيف خطي مفرد single line spectrum، لكن عمليا راح يعطينا عدة خطوط يسموها الأوفرتون. إذا هنالك أشياء ما يقدر المتذبذب التوافقي يفسرها. وأيضا إذا جيت المعادلة 16 وشفت إنه الدالة V للR V كدالة للR قيمة الدالة تصبح ما لا نهاية عندما تقترب R من ما لا نهاية، وتقدر تجربها بالمعادلة رقم 16. غير أن الجزيئات الثنائية الذرة الحقيقية لا تتصرف على هذا النحو، لأن الجزيئات تتفكك عادة عندما تزداد قيمة الـ R إلى حد معين. فدالة الطاقة الكامنة المطلوبة يجب أن تصبح ذات قيمة دنيا عندما تكون قيمة الـ R مساوية إلى الـ R not إلى قيمة الـ RE. يعني لازم تكون قيمة الـ V للـ R تكون ذات قيمة صغيرة عندما تكون قيمة الـ R مساوية للـ RE، وتكون ذات قيمة كبيرة وموجبة كلما نقصت قيمة الـ R عن قيمة الـ RE. إذا فالنموذج المتذبذب التوافقي للدالة يجب أن نعاد النظر فيه بإدخال دالة التذبذب اللاتوافقي. أجي نكمل هنا. A more powerful approach than just patching up the harmonic oscillator solution with an harmonic correction is to adopt different potential V لل X. One such approach is the Morse potential named after physicist Philip M. Morse and a better approximation for the vibrational structure of the molecule than the harmonic oscillator because its explicitly includes the effects of bond breaking and accounts for the enharmonicity real bond. نهج أكثر قوة من مجرد حل أو تصحيح للمتذبذب التوافقي مع التنسيقات أو التصحيحات المتناسقة هو اعتماد قيم مختلفة لقيمة الـ V. أحد هذه الأساليب هو دالة مورس الذي سميت على اسم الفيزيائي فيليب مورس، وتقريبا أفضل هو للبنية الاهتزازية للجزيئة من المتذبذب التوافقي. ليش؟ لأنه يتضمن بشكل صريح تأثيرات كسر الروابط وبحسب عدم تناسق الروابط الحقيقية. أجي هنا دالة مورس، طبعا أدخلوا عدة دوال لكن أفضل دالة استخدموها هي دالة جهد مورس. The Morse potential is a good approximation to V to X and it's best when looking for a general formula for all X from 0 to infinity, not just applicable for the local region around the X naught. أي بمعنى دالة جهد مورس هي تقريب جيد لطاقة الجهد، وهي أفضل واحدة يعني تعتبر كجنرال فورمولا لأنه تأخذ القيمة الإكس من صفر إلى المعلى نهاية وليس بس بالقيم اللي داير مداير الإكس نوت. دالة جهد مورس هي حسب المعادلة رقم 17 V sub M equal D sub EQ all multiply 1 minus exponential A R sub EQ minus R all square. Vm Morse potential function DEQ the dissociating energy of our molecular A constant
value for each electronic state. إذا المعادلة 17 هي دالة جهد مورس والـ VM هو دالة جهد مورس. الـ DEQ هي dissociating energy for molecular, طاقة التفكك للجزيئة. والأي هو ثابت, قلنا طاقة التفكك للجزيئة, والأي هو مقدار ثابت لكل حالة إلكترونية للجزيئة وتمثل مقدار انحناء منحني الطاقة. تمثل مقدار انحناء منحني الطاقة. إذا أجي أعوض بالمعادلة 17 حسب اللي from equation 17 VM approximately equal DEQ when R to infinity. Equal infinity بمعنى انه من ال R تتقرب من المالا نهاية, قيمة دالة جهد مورس راح تساوي لنا دالة التفكك, طاقة التفكك. وهذه this is similar to actual behavior of diatomic molecule for atoms. إذا هذا هو ما يحدث للجزيئة الثنائية الذرة من R تقترب من المانع نهاية راح تتفكك الذرة, ودالة جهد مورس راح يساوي لنا طاقة التفكك للجزيئة. لكن إذا عوضنا عن ال R إذا ساوت ال R سابق EQ, ال VM أو دالة جهد مورس راح تأخذ أقل قيمة, وهذا مشابه لما يحصل لل دالة جهد يعني للجزيئة الثنائية الذرة العفو في المتذبذب التوافقي البسيط. إذا جينا عوضنا معادلة if we substitute the Morse function potential energy equation 17 in Schrodinger equation, we get the pattern of allowed vibrational energy levels is found to be E sub V equal V plus 1 over 2 all multiply W dash sub E minus V plus 1 over 2 all square multiply W dash sub E multiply X sub E. Where V equals 0, 1, 2, W dash sub E is oscillation frequency expressed in wave number. XE is the corresponding unharmonicity constant, which for bond stretching vibrationals is always small and positive. Equally plus 0.01. So that the vibrational level crowded more closely together with increasing V. أجي إذا أعوض معادلة دالة جهد مورس بمعادلة 17 بمعادلة شرودنجر راح أحصل, شلون أحصل على طاقة مستويات الطاقة بالنسبة للمتذبذب اللاتوافقي؟ فراح تنطينا معادلة 18 واللي تحسب لي طاقة كل مستوي, طاقة الاهتزازية لكل مستوي بحسب المتذبذب اللاتوافق. الـ V نعرفه هي العدد الكمي الاهتزازي واللي تأخذ قيم صفر إلى اللانهاية. الـ W dash sub E هي التردد الاهتزازي, وعندنا بقى الـ X E هي الـ corresponding unharmonicity اللي هي ثابت اللاتوافقية. وفي التردد الاهتزازي للعاصرة تكون قيمة هذا الثابت اللي هو الـ XE تقترب قيمته من الصفر بوينت 0.01, وكذلك فإن مستويات الطاقة تقترب من بعضها كلما ازدادت قيمة الـ V. أي بمعنى أنه إذا أجي أعوض عن قيمة الـ XE بالصفر بوينت 0.01 بالمعادلة 18 نشوف أنه هذا الـ XE هو موجود بالحد الثاني, فكل ما ازدادت قيمة الـ V راح يأثر على الحد الثاني وهو مطروح من الحد الأول, فبالتالي راح تقل قيمة الـ E sub V. فمن ذلك لذلك راح يصير كل ما ازدادت قيمة الـ V راح تقل المسافة بين المستويات وتصير أكثر مزدحمة. إلى هنا حبيت أني أعطيكم محاضرة اليوم لأنه بها تكملة, وإن شاء الله راح نكملها الأسبوع القادم على مود لا تكون ثقل عليكم. وشكرا جزيلا على إصغائكم.